أعزائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج الجهر بالإلحاد لمن استطاع إليه سبيلا. طبعا اليوم ضيفنا غني عن التعريف، نبينا وقدوتنا الدكتور سامي الديب. خلونا نرحب فيه. أهلا وسهلا فيك نبينا وقدوتنا بصراحة. أهلا وسهلا، أهلا وسهلا بك نبي نجان وجميع المستمعين والمشاهدين، وبشرب على صحتكم جميعا، على نخبكم كلكم. هذا خمر لذيذ جدا، تفضلوا على الرحب والسعة. تفضل شكرا نبينا، وانا عندي الكولا الامريكيه الكافره، يعني تنفعش اشربها باستمتاع معك. تنفعش عندي فودكا بس مجمده المشكله. ايه نبينا، انت قلت لنا بدنا نطرح نحكي عن الكتاب اللي طبعته اخيرا، يعني طلع ترجمه القران اللي بتنافس الطبعة السعودية مثل ما قلت. شو بتحكي لنا عنه؟ تفضل المايكروفون لك وانت ايوه احنا هنبدا بالمغلف، بالمغلف الكتاب. وكما قلت هو تنافس الطبعة السعودية. ما هي الطبعة السعودية؟ هي هذه هي طبعة السعودية، وهي مكتوب عليها انه اصدار مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف. ده طبعة السعودية، وهي كما ترى بغلاف جميل جدا، وممكن تحمله في جيبك هيك مثل هيك، وداخله مزخرف والورق ثمين، ما حدش يقدر يحكي عليه. لكن مثل ايه؟ مثل حضرتك تشتري قفص وانت وتحط فيه ايه؟ بدل ما تحط فيه عصفور يغرد تحط فيه فار. فانت كلفك القفص ملايين، فاهم علي؟ واخر الامر كل اللي تحطه فيه فار. فارغ. فبقول لك لا، طح حظك، انت هتحط لي فار بقفص ذهب؟ لا، لو حط لي قفص يعني من خشب افهم، اما انت تجيب لي واحد قفص من ذهب وتحط لي فيه فار، ما ينفعش ما ينفعش. فهم عملوا لك القفص ذهب لكن داخله الشغل غير متقن، بالضبط. غير متقن. يعني اللي عايز يعمل عمل لازم يتقنه، ليتقنوا. فهم المهم عندهم كم كتاب وزعوا؟ إيه كم موظفين عندهم؟ إيه ملايين. كل حاج بترك السعودية بيعطوه نسخة من هذا الكتاب مجانا، وأنا هذا الكتاب حصلت عليه مجانا من السعودية، يعني من معرض الكتاب في جنيف. تدخل هناك كل من يدخل يقولوا له شو لغتك؟ عربي، بيعطوه نسخة. لغتك فرنسي، بيعطوه نسخة بالفرنسي. ايه لغتك انجليزي؟ بيعطوه نسخة بالانجليزي. ده يعني بوزعوا من ثمرات البترول تاعهم وبيفتكروها حسنة يعني من عندهم. لا، ده انا حقي ببترول السعودية طلع لي نقطة من بترول السعودية بهذا القرآن. يعني على الأقل مثل ما بنقول احنا عندنا شعرة من طيز خنزير حلال. مكسب. مكسب، انا كسبت من طيز الخنزير شعره مش حق. تعرف نقص الخنزير من الطرسة. ايوه، فالحاصله انت لما تاخذ الكتاب هذا تشوف الاختلاف الفظيع ما بين هذا الكتاب، طبعه هذا الكتاب وطبعه الخاصه. اولا التكاليف، طبعه السعوديه بتكلف يعني مش معروف الميزانيه تاعتهم، هذه ما تحسب بالملايين، تحسب بالملايين الدولارات. وعندهم موظفين الله بيشتغلوا في القمر، وعندهم موقع يعني مش ضرورة، مش معروف بالتمام التفاصيل كم بيصرفوا. أنا طبعتي يعني وهم عدة موظفين ومستشارين ومهندسين والدنيا وكامي، وأكيد كلهم بيحصلوا على معاشات الله مشان يعيشوا من وراء القرآن. تجار دين، بالضبط. هؤلاء تجار دين. أنا طبعتي العربية للقرآن عزيزي لم أمول منها حد، ما حد دفعني مليم، مش يقول لي أنت والله اشتروك الناس، أنت مبيوع، أنت صهاينة دفعوك،
في ناس قالوا مش معقول كل العمل هذا تقوم به لحالك، هل لازم تكون مؤسسة تبشيرية وراءه. أو الماسونية العالمية. بالتمام بالتمام. بيني وبينكم داخل هالكنزي ما في إلا أنا. واللي بيشتغل عندي بالمكتب، عندنا عندي احنا ثلاثة، كنا هلا صفينا اثنين، انا والكلب والقط فقط. لا، هذا والثالث من كان الكلب الثالث؟ الله يرحمها، الكلب توفت، توفت وبكيت عليها الدموع الحارة فعلا يعني. والقطة من وقت لقاء آخر تيجي تركب على كتافي. هذول الموظفين الوحيدين الموجودين في المكتب، كل على قدره، يعمل على قدر استطاعته، وكل يأخذ حسب حاجته. مبدأ الشيوعي، نطبق المبدأ الشيوعي في المكتب هذا. لا في معاشات ولا على بالك، كله على الأكل والشرب فقط. منيح، هذا أول شيء. الاختلاف الثاني اللي فيه عزيزي، انه هذول عندهم امكانيات ضخمه للتوزيع، امكانيات ضخمه للتوزيع. انا مسكين عندي خط هذا الانترنت اللي عملوه الكفار، فاهم علي؟ بحطه على الانترنت، هم بوزعوه مجانا بس اخذوا فلوس قبلها، انا ما اخذت فلوس وبوزعوا برضه مجانا. اللي عايز ورق، لان انا ما عندي اقدر اصرف ورق، بيسحبوا من امازون. بس اللي ما عنده فلوس وما حد مطالب عنده فلوس، يروح على موقع يحمله مجانا. انا حطيته قبل 4 ايام في الموقع تاعي، صار مسحوب منه اكثر من 4000 نسخه. وعلشان ما يقولوش ان انا بتاجر بالقران، كل اللي اشتروا منه حتى اليوم 4 نسخ. 4 نسخ فقط. تجارة خسرانة معناتها هيك معك. إيه أنا خسران؟ لا أكيد أكيد. المسيح بيقول إذا تعطي شيء ربنا بعيد لك إياه 100 مرة. أنا خايف إن رحت الجنة يعطيني 100 قرآن، فبطلع خسران في الأرض. هاي بطلع خسران، مستقبل يعطيك 100 قرآن. إيه بصير خسران في الأرض، خسران في الجنة. لأن إذا رحت الجنة بده يجازينا كل بعيد عن القرآن. هات لك اللي تريده بس مو قرآن. أنا خلاص حفظته عن غير حاجة. ثانيا، الاختلاف الآخر ما بين الشغل بتاعي والتاع الأزهر، أولا إنه بدي أعطيك ميزاته علشان تعرف. وطلعت الحال القارئ يحكم، القارئ يحكم، يعني انا ما بدي احكم على نفسي. الكتاب متوفر، انت كل منو ذنبه على جنبه يحمل الكتاب، وطبعت السعوديه متوفره في الاسواق، متوفره بطرح ما تريد. خذ كتابي وخذ كتابكم، وقارن وانت احكم مين افضل، طبعتي انا، العبد الفقير، الكافر، الملحد، اللي بيتهموني اني انا عميل للامبرياليه الامريكيه، فاهم علي؟ ولا طبعه السعوديه؟ على فكره البترول السعودي مو السعوديين اللي يخرجوه، هم الامريكان، لانهم ما يعرفوش يخرجوه، هم ما يعرفوش يخرجوه. مش مهم مش مهم، احنا مش هنحاسب على الفلوس، يكفينا شرهم وكفايه. ايه هذا اولا. بعدين القرآن تاعي أخي مقسم إلى قسمين، يعني إحنا بندرس كلنا في، وأنا أدرس هذه المادة، أنا أستاذ أصول الشريعة على فكرة، أيوة، بندرس إنه في قرآن مكي وقرآن مدني. يعني إيه القرآن المكي؟ هو القرآن اللي نزل من السماء، ما في شيء نزل من السماء، بس هم لنفرض إنه نزل من السماء، بغطي الفترة ما بين 610 ل 622 ميلادية، من 610 ل 622، وهو عدد السور 86 سورة، 86 سورة. وفي هذه المدة 12 سنة محمد كان عنده فقط 12 100 واحد أتباعه.
اظن12 سنة. اظن اتفضل. لما صارت الهجرة كانوا 72 واحد او 71 واحد يعني. لا كلها 100 مش مهم، احنا مش خسرانين، بنزودها خليها على البركة. مفتوحة. مفتوحة، فاهم علي؟ انت بتبيع بالميزان وهي طاقة بركة، مثل ما كان يقول غواري طوشي. طيب هاي بركة منا، الباقيين خليهم 30 على حسابي. قول 100، 100 على القرآن المكي. ها هم يحكي لهم السواليف تاعونه، نوح شو عمل، وموسى شو عمل، والمسيح شو عمل، هذول كرهوا السما تاعته وصار كلهم انتو كفار، ما كفار قالوا له حل عنا، ها حل عنا. قال اتيتكم بالذبح، قالوا له وصلت لهون يعني، عايز كمان تذبحنا يعني، مو فقط غلبتنا بكلامك الفارغ، جاي علينا برضو عايز تذبحنا. طيب راح للمدينة وبدأ يعمل السيوف بركوب الناس، سيوف، وصار يعدهم بالغنائم والسبايا حتى بعد الموت بعدهم بالحرية. منيح. وهناك نزل عليه 28 سورة، بسموه لهيك القرآن المدني، تمام. لكن ايش المشكلة؟ القرآن هذا لا يقسم بين سور القرآن بين مكي ومدني، هم مخلوطين خلط، مدني على مكي، مدني على مكي. وكثير من سور، 35 سورة من سور القرآن المكي في آيات دخيلة من الجزء المدني، معرفش شو دخلها جوه. الفقهاء اعتبروها هاي مكية، يعني نزلت في الزمن المدني، لكن هم حطوها بالصور تاعون المكي. واحدة شروط انك تكون يعني قاضي او فقيه انك تعرف تميز بين المكي والمدني. طب حتعمل ازاي؟ هم كاتبين صحيح ببداية الصور، بعض الصور هذه الصورة مكية، هذه الصورة مدنية، لكن بالكتاب بذاته مخربطين، يعني ما في هذا جزء مكي وهذا مدني، لا ده كله مخطوط على بعضه. كل شيء عند العرب صابون، فاهم؟ كل شيء عند العرب صابون، كل شيء عند العرب صابون للأسف. بالتمام. فهذا القرآن يعني غير مفصول. أنا في طبعتي العربية للقرآن قسمت القرآن إلى قسمين، القسم المكي والقسم المدني، هيك اللي قارئ مش عايز يتعب. والآيات المكية اللي نزلت، الآيات المدنية اللي وضعوها في الجزء المكي معلم عليها إنه هاي مدنية، هاي الآية مدنية، يعني مثل الشعرة باللبن، وقعت شعرة باللبن، يعني القارئ يعرف حاله على أي وضع. تقسيم يعني القرآن قسمين. وبعدين أضف إلى ذلك أن هذه الصور مرتبة حسب ترتيب النزول. يعني إذا بعض المصاحف اللي تشتريها، مش هذا ليس الأمر، أو بالفهرس مذكور، يعني أنه ترتيب التسلسل التاريخي تعون هذول الصور هي التسلسل الآتي. لا حتى هنا مش كاتبين التسلسل بتاع بعض الكتب بيكتبوها. يعني اذا تاخذ المصحف تاع مصر بيكتبوا فيه انه هذه الصوره هي مثلا البقره في المصحف العادي هي رقم 2، لكن في الترتيب التسلسلي التاريخي هي رقم 87، هي 87. مثلا الفاتحة في القرآن هي رقم 1 عندك، لكن هي في الواقع رقم 5 في الترتيب التسلسل التاريخي، هي رقم 5. خطر لي سؤال هون دكتور، ما بعرف اتفضل. يعني انت طلعت يمكن فوق ال 2500 خطأ بالقرآن، ايه اشرت شيء اشاره مثلا بفهرس بشيء، في اشياء هون غلط، هون مثلا في نواقص، في لا حواشي؟ احنا لسه ما وصلنا لهون، خلينا متسلسلين.
أول شيء، أول عمل إني قمت فيه إني قسمت القرآن إلى قسمين حتى الواحد يعرف هذا جزء. مثلا طبعة الفرنسية هذا معروف إنه هنا القرآن، أنت مستعجل، أعرف أنت مستعجل، جاك شيطان العجلي. أوكي، هذا عزيزي هو القرآن المكي، ثلثين الكتاب، وهذا الجزء هو القرآن المدني. إذا رتبته يعني صار عندي قرآنين، وحتى مكتوب عليه، مكتوب عليه، شوف القسم الثاني، يعني أنا قسمت الكتاب إلى قسمين، وهذا الجزء مكتوب عليه الجزء الأول، الجزء الأول، فاهم علي؟ فيعني اللي حيقرأ مش حينغش، هاي القسم الأول وهاي الجزء الثاني، القسم الثاني، يعني قسمت القرآن إلى قسمين كما يعلم. لكن هم بيبيعون كتاب مخربط على بعضه مثل السلطة الروسية، بالضبط. هاي بقى هاي خس، هاي يعني كل مخلوط على بعضه منيح. أضف إلى ذلك أنا رتبت الصور حسب التسلسل التاريخي، بقول لك هاي الصورة رقم الآتي بالتسلسل العادي اللي بتشتريه هي الرقم الآتي، بينما هي بالتسلسل التاريخي هي الرقم التالي. فعندك هنا صور القرآن بطبعة الفرنسية ونفس العربية، الصور مرتبة بالتسلسل التاريخي حسب ما يعتقد إنها نزلت. هو صعب، هم بيقولوا له صعب جدا تعرف هل هذه صورة مكية ولا مدنية، واعتمدوا على عدة اعتبارات لتقسيم الصور ما والآيات ما بين مكية وما. الحاصل هم مثبتينه في التعليم، لكن في طبعتهم لم يذكروا في طبعتهم هذا. وهذا مهم ليش؟ لأنه الإسلام يؤخذ به كما انتهى وليس كما بدأ. ما اعرفش اذا انت فاهم شو معناه الاسلام، كيف انتهى وليس كيف بدا، لانه الاسلام بدا متسامح طبعا. وبعدين صار، لا صار سوره التوبه اللي ما فيش فيها بدايتها بسم الله الرحمن الرحيم، بطل رحمه، فاهم علي؟ نسخة الآيات اللي بيدعون أن رحمة يعني. بالتمام بالتمام. مثلا ايات قطع يد السارق مش موجوده في الجزء المكي، موجودة في الجزء المدني. آيات الميراث موجودة في الجزء المدني مش المكي. وما شابه ذلك، ما شابه ذلك من الآيات. فأنت لازم تعرف إيه الجزء المكي وإمتى نزل ومين اللي نسخ الثاني، لأنه الآية اللاحقة نسخت الآية السابقة إذا كان فيها أي تناقض كان. فلازم تعرف ترتيب القرآن بهذا النسخة، لا تعرف بهذا النسخة تحت السعودية اللي كلفت ملايين، ما تعرف بطبعة العربية تعرف، وترجمة الفرنسية تعرف، يعني هاي بدايته كتابي أفضل من طبعة السعودية، واضح الأمر. بعدين بعدين الخاصية الثالثة إنه النص تاعي العربي، النص تاعي العربي منشور في ثلاث أعمدة، يعني مو قرآن واحد ثلاث قرائين موجود في طبعته. أولا هو الإملاء العثماني، يعني كما تشتريه بهذه الطبعة، فاهم علي؟ أضف، أنا أضفت إله القرآن بالإملاء الحديث، يعني أنت تعرف في كلمات زكوت، هي تكتب زكوت ولكن ترفض زكاة، لكن في الإملاء الحديث تكتب زكاة وترفض زكاة. ففي القرآن العثماني تكتبها شكل وترفضها شكل، ففي القرآن الإملائي تكتب ولو ترفض في نفس الشكل. مثلا في القرآن المدني مكتوب صلوت ولكن ترفض صلاة. في القرآن الإملائي مكتوبة صلاة وترفض صلاة. يعني الاختلاف ما بين كيفية كتابة القرآن في عندما ثبت بهذه الطبعة، هذه تسمى
الخط العثماني أو الإملاء العثماني، طريقة كتابة القرآن كما أثبتها الخليفة عثمان. وعلى فكرة عثمان الخليفة عثمان قتل، واحد أسباب قتله إنه حرف القرآن، فهم علي؟ ابنه لأبو بكر، ابنه لأبو بكر اللي أعطى آخر ضربة قاتلة لعثمان، قال له أنت حرفت القرآن وقتله. وهلأ كل المسلمين يتبعون قرآن عثمان المحرف. هم. وتعرف هو لما قتلوه رفضوا يدفنوه في مقابر المسلمين، تعرف فين دفنوه؟ في مقابر اليهود. الخليفة عثمان اللي جمع القرآن اللي احنا بنتبعه، مش كل المسلمين بيتبعوا القرآن، هذا بسموه القرآن العثماني لأنه هو اللي ثبته. هذا وعثمان صحيح. أحد المبشرين بالجنة يعني. ايه هذا ومن المتآمرين عليه كانت عائشة، بالضبط. من أقرب المقربين له هم اللي قتلوه. وأحد أسباب قتله وأهم سبب له إنه حرف القرآن، ورفضوا يدفنوه في مقابر المسلمين، قال له أنت حرفت القرآن وأنت مش مقبول عندنا، فراحوا رموه في مقبرة اليهود. والمصادر الإسلامية تقول ذلك، فكلهم يتبعوا قرآن عثمان المحرف إن كانوا شيعة ولا سنة، يكون عندك علم. وهذا الأمر مذكور فيك في مقدمة كتابي مع المصادر، إنه عثمان هذا اللي أنتم تعتبروا القرآن له، هذا عثمان مسكين الله يرحمه أنتم اللي قتلتوه، أنتم اللي قتلتوه، أنتم اللي رفضتوا تدفنوه في مقابر المسلمين، وأنتم اللي اعتبرتوا إنه هو حرف القرآن. وأنتم ابنه لأبو بكر هو قتله، واتهام الاتهام الرئيسي له، يعني أهم اتهام له، أنت يا عثمان حرفت القرآن. يعني كل المسلمين يتبعون قرآنا محرفا باعترافهم. أكيد أكيد نبينا، يعني في آية الرجم مثلا عائشة قالت إنه أكلتها داجن، فهل من يا اخي المعقول هذا أن ولا هذا ولا شيء، هاي آية بس انت ما بتعرفه انه حسب المصادر السنية نصف آيات القرآن ضاعت، نصفها. عند الشيعة تلتين القرآن ضاع. فبكل الشيعة طب ليش تتبعوا قرآن ضاع؟ قال له ما هو والي الزمان يعني المهدي لما بيرجع بيجيب لنا النسخة الأصلية الآن ما عندنا النسخة الأصلية. إيه؟ الأصلية. لا مو فقط هيك عزيزي جان، في الدستور الإيراني لما بيذكروا المهدي بيقول عجل الله مجيئه، في المادة الخامسة بقول عجل لأنهم محتاجين القرآن الأصلي. عندي فكرة تفضل. شو رأيك هلا أنت تعلن حالك المهدي المنتظر وتروح لطهران وتقول لهم يا جماعة أنا المهدي وهي قرآني كامل؟ ايوه عفارم عليك، ايوه واخذ الحبل معي مش هيك عشان ايش نقول اتقي شر من احسنت الي يا اخي. و عطف الاذى عليك، يعني القران تاعي في ثلاث اعمده، النص العثماني الاملاء العثماني ثم الاملاء الحديث. انا اعطيت مثلا اخي لطلاب جامعيين مسلمين النص العثماني بعض آيات وقلت له اقرا، ما عرفش يقراها، مسلمين خريجين جامعات عربية كلهم اقرا النص الإملائي العثماني ما يعرفش يقراها، بعض الآيات مش كله، بعض الآيات ما يعرفش يقراها. فلازم تروح لازم تروح لأنه واحد يقرا زكوت يقول له شو زكوت هاي، يقول له هاي موجودة بالقرآن، لا يا أخي احنا بنقول زكاة بس أخي هي مكتوبة زكوت صحيح. أو وما شابه ذلك. يعني في كثير آيات من القرآن الذي لا الحيوات هي الحياة، بيقولوا حيوات. بالتمام بالتمام بالتمام، مثلا التوراة لا تكتب كذلك، توراة مكتوب حصل.
الحاصل هلا المخطوطات القديمة عزيزي تعون الموجود أكثر، المخطوطات القديمة مش مكتوبة بالخط العثماني ولا بالإملاء الحديث ولا بالإملاء العثماني، مكتوبة بالإملاء المجرد. يعني إيه مجرد؟ لا في لا نقط، الحاء والخاء ولا الباء والتاء، تتعرف النكتة، القائد رئيس الدولة الخليفة بعث للقائد بتاعه قال له احصي الجنود، أخص الجنود. فهو قرأها احصي الجنود لأنه ما كانش في نقطة، فهم بعد ذلك قرروا يضعوا في القرآن النقط وقرروا يضعوا الحركات، لأنه شوف قتل وقتل الفرق بينها فقط الحركة، هي نفس صحيح. الكلمة. فإذا أنت ما كتبت لا بنقطة ولا بحركات ما تعرفش تقراها. تعرف الأحرف العربية أخي جان 28، 23 منهم إذا تكتبها بلا حركة بلا نقط غير واضحة المعنى، لأنه باء ممكن تكون ته، ممكن تكون يه، ممكن تكون نه نون، فهتعمل إزاي؟ يعني 23 حرف من 28 مبهمة، 23 من 28، أضف إلى ذلك أكثر من 10 حركات، الضمة والفتحة والتنوين والكسرة وما شابه ذلك، إذا حذفت هذول ضاع المعنى. فالمخطوطات القديمة مثل مخطوطات صنعاء أو الكتب المخطوطات القرآن القديمة لا يوجد فيها لا نقطة ولا حركة، فما حد يعرف يقرأ إلا إذا كان حافظ القرآن عن غيب. فعلشان هيك لما أجوا وضعوا الحركات والنقط اختلفوا بين بعضهم، نحطها فتحة ولا ضمة، نحطها ياء ولا تاء، ومن هنا جاء اختلاف القراءات. هلا نصف آيات القرآن عزيزي النبي جان جاء عليها اختلافات، نصف آياته، آيات القرآن 6000 ثانية واحدة لأن أنا حافظهم كلهم بالفرنسي الأعداد. ترجمة 6236 آية، عدد آيات القرآن 6236 آية، فهم علي؟ لأن أنا بشتغل أكثر بالفرنسي. نصف هذه الآيات جعلها اختلافات، وبعض كلمات القرآن أخي جعلها حتى 15 اختلاف، واو، مع معاني مختلفة. مو فقط هيك، مثلا تقتلون هم قراءة أخرى يقتلون، أو نقتلوا يقتلوا، أو ما شابه ذلك. فعلشان تعرف الفرق ما بين الخط الكوفي الصعب تقرأه والخط العثماني والإملاء العثماني والإملاء الحديث، أنا نشرت في عمود مستقل القرآن بالخط الكوفي المجرد بلا نقط بلا حركة، وهي أول مرة بالتاريخ بصدر القرآن بالخط الكوفي. السعودية كان عايزة تنشر كتاب مقدس يتبركوا فيه الناس بالخط الكوفي، عملت لجنة، أكيد كل واحد قبض ملايين من الدولارات وما عملت ولا نتيجة، لم يصدروا حتى الآن، أظن من 10 سنين بعرفوا يشتغلوا فيه، ما أعرفش ليه، شو صار باللجنة الله يعلم، جوز كل واحد أخذ الفلوس وراح على لندن يشم الهواء وراح عند الشرموطات بعيد عنك. أظن الحاصلة إيه؟ تفضل تفضل. أيوه، فعلشان تعرف إيه الخط الكوفي ومشاكله، أنا نشرت في عمود مستقل الخط الكوفي. فكيف أنا نشرته؟ أعلنت في الحوار المتمثل في مقال، هل واحد عندكم يعرف هناك قرآن بالخط الكوفي موجود أم لا؟ وهل هناك عندكم فني يمكن يساعدني يخلق لي الخط الكوفي المجرد؟ لأنه واحد يكون فنان بالفن الكمبيوتر. فاثنين جزائريين تبرعوا انه يعملوا لي الخط الكوفي مجانا هدية إلي، قالوا لي بس ما تذكر اسمنا، بس لا تذكر اسمنا، فبعتوا لي البرنامج، برنامج الخط الكوفي المجرد، طبيعة الحال لازم تدخل عليه تصليحات مشان بعض النقاط للقرآن،
واللجنه تاعت السعوديه العشر سنين ما عملت شغلي، انا بثلاث ايام سويت القران الخط الكوفي، ثلاث ايام. برافو برافو. 15 ساعه باليوم على ثلاث ايام 45 ساعه، لا لجنه ولا شيء ولا وصلني ولا ملين الحاصل. فالان اذا انت عايز تتدرب كيف تقرا المخطوطات تروح على الطبعه تاعتي، فهناك الخط الكوفي، واذا ما عرفش تقرا تنظر للخط العثماني او الاملاء الحديث. وهذه اول مره في التاريخ يصدر القران بثلاث احرف، العثماني والاملاء الحديث والكوفي. هذا اول مره في التاريخ، لم يصدر بالتاريخ القران بهذا الشكل، هذا جديد. ويعني هم لازم يشكروني، لا هم بيسبوني، هم بيسبوني. ايه وانا بقول لهم ايه، انا بقول لهم يا ناس انتوا سووا الشغل، انا مالي فيكم. انا صدقني واحد رجل دين مسيحي اصلا اتصل بي قال لي يا سامي انت ترجمت القران للفرنسي وبدك تنهي الانجليزي والايطالي، واحنا شو عملت لنا؟ قلت له يعني شو؟ قال احنا عرب عايزين القران بالعربي. قلت له ما هو بالعربي. قال لي لا بس احنا عايزينه بالتسلسل التاريخي مع المعلومات اللي حاطها بالطبعه الفرنسيه. قلت له موجوده وترجمه وريحني. قال لي لا ما عندناش الوسائل وممنوع عندنا نعملها بالشكل ده. ما فيش دولة عربية تسمح بنشر القرآن بهذا الشكل، ما تسمحش. قلت له هعمل ايه؟ قال لي انت لازم الشغل عليك. لا دفعني فلوس ولا شيء، ما حد اقنعني انه الفكرة كويسة، ليش لا نعملها؟ الله بعين، هذا تبرع مني، هذا تبرع مني، خدمة علم مثل ما بقولوا. فالقرآن تاعي مو قرآن، ثلاث قرائن، طبعتي للقرآن ثلاث قرائن، مو واحد، ثلاث قرائن. أضف إلى ذلك أنه هذا القرآن أخي لا في لا نقطة ولا فاصلة ولا علامة استفهام، ما بتعرفش. هناك في آية في القرآن في سورة البقرة فيها 18 جملة ما فيش بينها ولا نقطة ولا فاصلة ولا علامة استفهام، ما تعرفش فين تبدأ الجملة فين تنتهي، ما تعرفش. فبداية القرن العشرين في زكي باشا واحد مصري كتب كتاب إدخال علامات التركين للغة العربية، وهي دخلت في أوروبا قبل، المخطوطات القديمة الغربية ما كانش فيها لا فاصلة ولا نقطة ولا علامة استفهام ولا شيء. وبدأت الفكرة أصلا من مكتبة الإسكندرية القديمة الشهيرة، إنه قالوا يا ناس لازم نعرف نفصل بين الكلمات، فبدأوا إدخال بعض علامات اللي سموه الترقيم. الآن يعني ما تقدرش تكتب كتاب من دون ما تحط فاصلة أو نقطة وعلامة استفهام، معروف في آخر الجملة لازم تحط نقطة. ده هنا القرآن ما فيش نقطة، ما فيش فيه ولا نقطة، فاهم علي؟ ما فيش فيه ولا أي فاصلة. فهناك أنت لما تترجم 18 جملة للفرنسي بدك تحط نقطة، تحط فاصلة، ما تقدرش تحطه بلا نقطة بلا فاصلة، ما حدش يفهم. بعدين هذا حرف كبير وهذا small letter capital letter، مش هيك؟ وبالعربي لا في لا كبير ولا صغير، كله عند العرب صابون، كل أيوة على البركة، كله عند العرب صابون. فأنا لما بدي أترجم بدي أحط نقطة، يا أخي وين أحط النقطة؟ ما عندي بالنص عربي نقطة، اجيبها من فين؟ اقطعها من راح احطها، ازرع شعر للاصلع. زراعة شعر. بس انا بدي اذكر اصدقائي انه بعد شيء 10 دقائق راح نفتح السكايب، ويا ريت يعني نتناقش بموضوع، واذا في اسئله وجدتني تعليقات اوريدي على اليوتيوب يعني. بس انا راح افتح السكايب بعد شي 10 دقائق وتتواصلوا مع نبينا المقدس، انا اقدس نبينا سامي يعني بصراحه، هو قدوتنا، هو اشرفنا وانظفنا واكبرنا وافهمنا، النبي سامي. سلام، تسلم يا عزيزي على الاطراء الجميل ده. قل لي كم تدفع لي فلوس؟ بضحك 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 بضحك
بضحك، لا تفكر، مش منتظر فلوسك. أنا كنت أقول لرجل الدين، إذا يوم وجدت كيس في ذهب اعرف إنه هذا إلي، لأن أنا اللي طلبته من الله. هو وقع عندك. لا مو محتاج لا ذهبك ولا شيء. الحاصل، فهناك اقتراحات من بعض المسلمين مثقفين إنه نضيف الحركات للقرآن، يعني النقطة، الفاصلة، علامة، حتى نفهم، نعرف كيف نقرأ يا سيدي، لأنه السعودية تنشر القرآن بالفرنسي بالإنجليزي، كله في نقط وكله في فواصل وكله في علامات استفهام، إلا النص العربي ما فيه. يعني هم بيخدموا الفرنسي أفضل من العربي، فاهم علي؟ القرآن تاعهم العربي مقدم بصورة سيئة بالنسبة للترجمة الفرنسية أو الترجمة الإنجليزية أو الإسبانية أو غيره غيراته. هداك في فواصل ونقط تعرف فين توقف. هذا ما في. شو الشغلة بتاعتهم؟ بقول لك لا ده نص مقدس لا يمس. طب عزيزي ما كانش فيه لا نقط، ما في لا نقط ولا حركات ولا شيء، ليش أضفتوها بالحالة هاي؟ ليه ما تخلوها بالخط الكوفي؟ ما هو كل المخطوطات القديمة في الخط الكوفي، خليها بالكوفي بالحالة هاي. إذا أضفت الشد والفتحة والكسرة وحطيته نقطة على النون ونقطتين على الياء تحت الياء، أو النقطة على الراء حتى تصير زين، هاي أصلا مش موجودة، أنتوا زودتوها علشان توضح النص. إيه المانع إنك تضيف الحركات؟ فحد أستاذ جامعة مصري بيعلم في السعودية قال لهم يا ناس تبنوا هذا المشروع حتى نسهل على القراء، ما فيش، لأنه هم يهمهم إيه؟ تحفظ الآية عن غيب وخلاص. شو بيقول علاني بن فلان؟ ما لهوش خاص، فاهم علي؟ إيه عالم طرشان، عالم ببغاوات. الحاصل، فأنا العبد الفقير، يعني أنا كتبت له لهذا الأستاذ شو رأيك نتعامل بنفس المشروع؟ فبطبيعة الحال يتعامل معي أنا الكافر والملحد والإمبريالي والصهيوني بشنوكو قبلي. فهو أبعد، وربما مسكين كان يفكر إنه يصل له بعض الفلوس، ها؟ وأنا أنا لا فوقي ولا تحتي. يعني بين أجيب فلوس؟ كتبت لواحد شو رأيك تقرأ المقدمة وتصلح لي إياها، لأنه ممكن وقعت بعض الأخطاء اللغوية. بيقول لي كم تدفع لي؟ قلت له إيه؟ بيقول له أخي أنا مش مستلم فلوس، من وين أدفع لك أنا؟ لو أنا عندي معاش أعطيك، ما عندي شيء. إيه بلاش خليل. ولا يحمل الله الا نفسا الا وسعها، اللي بيطلع علي بيطلع بايدي مساوي، في غلطه ان شاء الله الف خطا صلحوه يا سيدي. كلكم بدكم فلوس؟ ما في خدمه علام؟ ما في. الحاصله السعوديه كان لازم يشتغلوا هم على الشغل هذا، ما بيسووه. هم بياخذوا معاش بحطه بجيبته وطز طز زين ثلاثه، هاي المشكله. فالطبعه العربيه للقرآن الوحيدة في العالم اللي تتضمن حركات نقطة وفاصلة وعلامة استفهام هي طبعتي، طبعة العبد الفقير. برافو دكتور، برافو. حتى جامعة هارفارد ما بتعملها، جامعة أكسفورد ما بتعملها، السوربون ما بتعملها. أنا المكتب الفقير اللي أنت شايفني فيه هذا، أنا تحت السطح، لا تتصور لما تكون الدنيا صيف شو بترن على راسي. بترن على راسي، ولا شمس الحرارة السعودية مثلها، بصل حوالي 45 درجة على راسي. ايه صدقني. الطبعة الوحيدة بالقرآن باللغة العربية اللي جاء عليها نقاط هي طبعتي. فواصل قصدك. اي نقطة وفاصلة، نقطة وفاصلة وعلامة استفهام هي طبعتي. يعني هاي أول مرة القرآن ينشر بالتسلسل التاريخي بالتاريخ، هاي أول مرة العبد الفقير عمله، هاي أول مرة بالخط الكوفي العبد الفقير اللي عمله، هاي أول مرة بدخل في النقطة والفاصلة وعلامة الاستفهام، والعبد الفقير اللي عمله، فمع معطى فاخر. يعني انا قلت لهم اخواني اعملوه،
اعملوه وانا شاكر لكم حتى تهونوا علي، لان انا لما بدي اقعد اترجم بدي ابحث عن النقطه والفاصله وعلامه الاستفهام، ما وجدتها وين اروح فيها؟ لازم اخلق لي نقطه، لازم اضع نقطه ولازم اقرر. فليش هم كسالة؟ هم كسالة لأن هذا بيتطلب شغل، وثانيا مش متفقين فين يحطوا النقطة، مش متفقين وين يحطوا الفاصل، مش متفقين وين يحطوا علامة الاستفهام أو علامة التعجب. في آيات ما تعرفش هل هي على هل هي آية استفهامية أم آية تعجبية، ما تعرفش. فبتبقى الحل المترجم بتغلب، هم ولا يهمهم، هم كله عند العرب صابون. المترجم بده يعرف يوضح للغربي انه اخي هاي آية استفهامية او هاي على تأكيدية او مثل هيك او تعجبية، فتحط الإشارة اللي محتاجها. النص العربي ما في، ما في. فأنا العبد الفقير اللي لا عندي لا مليارات السعودية ولا بترولها ولا سفاراتها اللي توزع القرآن مجانا كله من مالي ومالك، بصراحة منيح ما عملوش الشغل. كان لازم واحد فقير مثلي يجي يحط تصور كم فاصلة حطيت في القرآن، لأنه ما في آية إلا فيها ثلاثة أربعة أو 10 فواصل، أو هاي الآية الطويلة ربما طلع فيها 30 فاصلة. يعني احسب كم مرة حطيت فاصلة في القرآن، هلكت إيدي وأنا دق على الفاصلة، دق 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 ليل نهار على حط الفاصلة على القرآن، حط النقطة، حط علامة الاستفهام. إيه، وهاي أول مرة يعني أنا هلكت، هلكت وأنا أدور وأسأل هاي يا ناس هي علامة استفهام ولا علامة تعجب، هي فاصلة ولا نقطة، هل هاي نهاية الجملة ولا لا. يعني شغل جنون، شغل جنون. المفروض يتشكروك على هالمجهود هذا، بس انا اللي خايف انه يتهموك انك حرفت القرآن بهالحاله. يعني منيح انا حرفته، اشغل خبر حرفته، بتكون احسن انا من عثمان، ما عثمان حرفه، ليش ما عرفه انا؟ عثمان حرفه، ليش انا ما عرفه؟ أنا ما صبت النص القرآني، ما صبت النص القرآني، أنا أدخلت الفاصلة وعلامة الاستفهام كما هم أدخلوا الشد والفتحة والضمة. النص الأصلي ما كانش فيه. يعني إذا هم دخلوا الضمة والفتحة والشد والكسرة، ليه يا ناس وتوقفتوا على 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 النقطة والفاصلة وعلامة الاستفهام؟ ما هي بتساعد على الفهم. لا هم مش عايزين فهم، هم عايزين بصم مثل الببغاوات. طيب هاي اول شيء. بعدين اضف الى ذلك انه الشيء اللي ما يعرفه الناس هو يقرا النص القراني هيك، اذا ما فهمه بيقول ايه، المسلم بيقول الخطا خطاي وانا قاصر عن الفهم، ربنا هو والله اعلم. فاهم علي؟ فهو مش فاهم النص، مش مهم، ده تقصير يا رب، انا خاطئ وانا فقير وعبد الفقير ما فاهم، مش مهم، انت قلت هذا الحكي هو اكيد بليغ بس مش فاهمه، مو مهم، يلا هو المهم اختم القران. كم مره اختم القران يا اخي افهموا، بيقول القران انه لازم واحد يتدبر القران، ما في فائده. فايه المشكله؟ انه في القران عشر ايات القران ناقصه. يعني ايه ناقصها؟ كلمه او حرف او حتى جزء من الايه ضاع، ما بنعرفش فين. عشر ايات القران فيها نواقص. فانت لما تنشر مخطوطه قديمه وفيها نواقص مثل هيك، يعني عناصر الجمله غير مستوفيه، القارئ هيقول لك هاي جواب الشرط ناقص، هنعمل ايه؟ مثلا اذا رحت الى المدينه شو بصير فيك؟ بتدهسك السيارة. طيب منيح بعد الشر. هو بقول إذا رحت إلى المدينة والباقي وين راح؟ أكلها. أكل جواب الشرط. أكلها. فكتير من جواب الشرط ناقص في القرآن. فأنت لما تترجم ما تقدرش سيتي فا أون فيل، يقول لك شو بصير فيك؟ If you go to the city what happens then؟
ايه ما في حط لك نص نص الجملة والنص الثاني على الله على الله، اسأل غوار الطوشي فاهم علي؟ فأنت مجبور كمترجم مترجم تدخل بالترجمة تاعتك كلمات إضافية لتوضيح الجملة، حتى القارئ ما يتهمكش إنك ما تعرفش فرنسي أو إنجليزي، يقول لك شو انت ما تعرفش انجليزي بتكتب مثل هيك؟ يا اخي مو غلطتي، هو النص هيك بس هو مش حيكر، ما يفهم عربي فبيعتبر انه الخطا خطاك مو خطا القران اللي حاصله. فانا بطبعتي العربيه للقران خيي ادخلت الاقواس مع 3 نقط لابين انه هنا في نواقص. وفي الهوامش قلت هذه الايه ناقصه وتكملتها هي كما يلي، وأعطيت المصادر حسب تفسير الجلالين، حسب ابن عاشور، حسب البيضاوي، حسب الطبري، حسب ما اعرفش ايه، كل مرات الرابط حتى تنقر على الـ على الـ على الـ على الرابط تفتح الكتاب امام عينيك فهم علي؟ تفتح هيك. فهنا يعني الشغل تاعي انه كل الآيات الناقصة دخلها أقواس مع علامات، 3 علامات 3 نقط، وفي الهوامش مكتوب تكملة الجملة. طبعا الحال إذا الترجمة الفرنسية لازم تحط التكملة داخل الترجمة، بس بالقرآن ما تقدرش تدخل كلمات حتى يتهموك إنك تحرف. أنا ما بحرف بس بشير إلى النواقص. أضف إلى ذلك إنه هناك آية أو جزء من آية لا علاقة لها بالباقي، لا اللي بتقبله ولا باللي بعده، يعني مثل الشعرة باللبن. فبقى الحالة هاي شو بتقول؟ بتقول له يا أخي، يعني واحد ما بيجمع، بيقوله بالمصر ما بيجمع فاهم علي؟ بيقول رحت المدينة الفقوس والله اليوم كويس، طيب وهناك شفت رئيس البلدية. أخي شو دخل الفقوس برئيس البلدية بالمدينة؟ هاي وقعت هيك انت سميتها مثل الشعرة باللبن، انا بسميها مثل الزايدة الدودية. الله شغله هم بيقولوا مثل البقرة باللبن بس احنا حبينا نكون مؤدبين يا اخي جاد، ما توقعنا بمتاهات مثل هيك احنا هيك مش خلصانين مش خلصانين جلدنا، لا خلينا مؤدبين عزيزي، هم هيك مش خلصانين منهم إذا لو بده يفلت لساني مش حتخلص لا انت ولا انا دكتور، خلينا ناخذ حريتنا. حاج 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 على صحتك على صحتك على صحتك، هي قهوة كمان. يا ما بينفعش، بقول لك ما بينفعش امنع. فانا دخلت علامة خاصة داخلها 3 شحطات تبين انه اللي قبله واللي بعده ملوش علاقة بالتاني. هذه الجملة اقتصت من مساقها، لا علاقة لها لا بداخل الآية ولا بالآية اللي قبلها ولا بالآية اللي بعدها، علشان إذا ما فهمتش يعني صار ينتقل من موضوع إلى آخر، صار ينتقل من موضوع إلى آخر. فأنا هدول أدخلت العلامات للقرآن بالنص العربي، وهي أول مرة بالتاريخ تدخل الأقواس هذه في الطبعة العربية للقرآن، موجودة في الترجمات لكن في النص العربي لا، لكن أنا أدخلتها في النص العربي حتى اللي حيقرأ القرآن بالنص العربي يفهم، لأنه خاصة أن الترجمة تاعتي موجودة أقواس. بيقول لي من وين جبت الأقواس مش موجود بالعربي؟ ليش أضفت لي أقواس بالفرنسي ومش موجود بالعربي؟ لازم تضيف بالعربي انه في اقواس، والترجمه الفرنسيه احنا حاطينها باقواس، وتعرف انه هذه الكلمه ناقصه في النص القراني فهم علي؟ او هذه لا علاقه بين هذه الجمله واللي قبلها. طيب هذا بسموه الثغرات وتفكك النص، وتفكك النص فهم علي؟ اقوي هلا اضف الى ذلك هم بيقولوا هذا الكتاب كله من عند الله، منيح خليه من عند الله، بس أخي واضح إنه هذا 80% منه جاي من مصادر مسيحية وإسلامية،
او حده صابئيه او زردشتيه او مانيه او مثل هيك، او من الشعر الجاهلي، فما تقدرش تنكر. يقول لك لا هذا كله من عند الله. يا اخي خلي الله مرتاح، ليش تغلب الله بيك بالشغله تاعتك؟ لا من عند الله. ففي مثلا مترجمه فرنسيه دينيز ماسون لما ترجمت القرآن للفرنسي وضعت المصادر اللي قد يكون استأنس بها مؤلف القرآن أو تشابه النص القرآني. فلما عادوا طبعة دينيز ماسون في بيروت حذفوا كل المصادر، كل حذفوها. حميد الله رحمه الله هو مترجم باكستاني هندي، ترجم القرآن إلى الفرنسي ووضع بعض الهوامش تقول هذه الآية تشبه الآية الفلانية من التوراة. لما طبعوه في السعودية، هي طبعة حميد الله اللي نشروه في السعودية الفرنسية، حذفوا كل المصادر، حذفوا كل المصادر. فالمسيحي مثلي أو اليهودي كل قصة موسى إيه هاي موجودة عندنا في التوراة، قصة مريم إيه مريم هاي صاحبتنا في الطو في الإنجيل ايه طيب وما اعرفش ايه، فلازم ترجع ايوب ايه هذا صديقنا، النبي يونس ايه هذا موجود عندنا، هذا كرامتنا. فاهم علي؟ إيه بس النص القرآني مختصر، القرآن بيجيب قصص الأنبياء مختصرة، أما إن هي متوسعة إما في أساطير اليهود أو في كتبهم التوراة والإنجيل ومثل هيك. هو أكثر اعتمد على الأساطير مما على التوراة والإنجيل، واعتمد على الأناجيل المحرفة اللي تعتبر محرفة. أنا ما عندي شيء محرف، هي مصادر الحاصل. فأنا في طبعة العربية للقرآن كل شيء له مصدر أعرفه أضعه في الهوامش. ففي هوامش مثلا هذه الآية تشبه آية امرؤ القيس التي تقول هكذا وهكذا وهكذا. حتى الشعر الجاهلي ذاكرة، النصوص اليهودية ذاكرة، الآراء الفكر الماني ذاكر، والزرادشتية مذكور، والصابية وغيره من الغيرات. يعني كل المصادر اللي موجودة اللي استطعت تتوصل لها ذاكرها بالنص أو بالإشارة إن كان طويل. مثلا قصة يونس ده 4 فصول، له كتاب اسمه سفر النبي يونان، سموه يونان بالعربي بالترجمة الأصلية، القرآن بيسموه يونس، يوناس هو من جوناس من اللاتيني يونس منيح، وأخذ الاسم أكيد من السريانية، الاسم من السرياني الحاصل. فالمسلم مش هيعرف ليه هاي القصة هيك مختصرة في القرآن، ايه عصرها من وين جاي. فأنا جبت له كل ال4 فصول حطيتهم في الهامش. ليه؟ لأنه المسلم ممنوع يروح يشتري تورة، ممنوع يروح يطالع تورة، ممنوع يقتني تورة في بيته، لأنه بيقول لك هذا كتاب محرف. فاهم علي؟ فأنا شو عملت؟ أخذت الفصل حطيته في الهامش، أو الآية الفلانية من التوراة حطيتها في الهامش، حتى أنت تعرف تقارن ما بين نص القرآن والنص. أنا فبكتب قارن نقطتين النص، قارن قال المسيح لتلاميذه، قارن موسى قال هكذا وهكذا، قارن الأسطورة اليهودية تقول هذا وهذا، ودائما أضع المصادر. فيعني هوامش طبعتي للقرآن 2/3 القرآن، يعني مو شغل حي الله، شغل كثير الحاصل. فهاي المصادر كلها مذكورة. أضف إلى ذلك حتى إنه وجدت هناك نصوص يونانية من الفلسفة اليونانية ومن القصص أو من الأساطير اليونانية والرومانية دخلت بالقرآن وإحنا مش دارين. فأنا وضعت المصدر تاعها، أقول هذه القصة مأخوذة من الثقافة اليونانية. مثلا نساؤكم حرث لكم، حرث لكم، كلمة حرث جاي من اللغة اليونانية. أو مثلا نكح، كلمة نكح في القرآن هي كلمة يونانية،
مو كلمة عربية، جت من اللغة اليونانية وتعني عقد الزواج. فاهم علي؟ فكل المصادر، أو مثلا البرزخ في القرآن، ما البرزخ؟ البرزخ هو مقاس مسافات، كلمة أصلها فارسي دخلت في اليونانية ثم انتقلت إلى السريانية ثم دخلت إلى القرآن. فأنت برزخ، ما حدش يعرف شو البرزخ. هم المفسرين ما بيعرفوش اللغات، فقالوا ما اعرفش ايه اللي حاصله. فانا ارجعت كل كلمه الى اصلها، من وين جت هاي الكلمه. كل الكلمات المستعصيه اللي غير مفهومه في القران رجعت الى القواميس المتخصصه او الكتب المتخصصه واعطيت معانيها. فازاي اعرف؟ فكان عندي 3 طلاب جامعيين، واحد من شمال افريقيا، واحد من مصر، واحد من الجنوب، واحد من الجنوب الدول العربية. أبعث لهم آية، بقول له أنت فاهم الآية هاي؟ بيقول لي إيه، مش فاهم الكلمة هاي تعني شو. بقول له بالحالة هاي الكلمة غير واضحة. فأنا بروح على القاموس والأبحاث وأبحث عن معنى الكلمة وضعها في الهامش. يعني برجع لناس مثقفين جامعيين عرب مسلمين يدعون انهم يفهموا القرآن ثقافة عربية وما يفهموش كلمات القرآن. 20% من كلمات القرآن أخي نبي جان مبهمة، 20% لا يفهمها عام. وحتى المفسرين أنفسهم اختلفوا فيها فهمها. المفسرين أنفسهم، حتى واحد مفسر قال لم تمر علي في حياتي آية أصعب من هذه الآية، وأعطى لها 23 تفسير مختلف. 23 تفسير مختلف. وبعدين بقول لك لا ده كلام عربي فصيح وبليغ. اخي ازاي 23 تفسير مختلف بتقول لي بليغ لسه؟ المصيبه دكتور انه في اعجاز بلاغي يعني اصلا. ايه الحاصل. فانا هاي المعطيات، معاني الكلمات والجمل المبهمه، اقول هذه الايه فهمت من المفسر الآتي كذلك، أما المفسر الآخر فقال عنها هكذا، أما الثالث فقال هكذا. أنت فهمت؟ لا ولا أنا، حل عني. القرآن مش واضح. ما تقوليش بليغ، عندي 10 مفسرين كل واحد حكى شكل. ما تقول لي بليغ، أنت بتضحك علي ولا؟ نعم؟ والله أعلم. والله اعلم. طب خليه عنده بالحاله هاي. تصور انت رئيس الدوله تاعتك عزيزي يجي يحكي كلام غير مفهوم بالصيني، بتقول له اخي ارجوك تحكي عربي. ها ثاني مره بتحكي لي عربي مش فاهمين. قال له شو؟ انا فاهم رئيس الدوله، ايه عربي فصيح. اخي احكي عربي، شو القصه هاي؟ احنا مو بالصين. ايه لا هو معند معنز، الا يحكي لي صيني، الا يحكي صيني. وبعدين قلت الله بليغ، رئيس الدولة بليغ، بيحكي كلام بلاغة، رمز البلاغة، قمة البلاغة. اخي بس هذا الصيني مو بلاغة. هذا الصيني مو بلاغة. فاهم علي؟ فهم الناس يعني بناقضوا نفسهم بنفسهم. النص بذاته مش فاهمينه وبقول عنه بليغ. البلاغة هو انك تبلغ المعنى للمستمع. بالضبط. هل هي البلاغة؟ إذا ما بلغك معناته مش بليغ. هو ضرورة واحد يكون عالم كبير باللغات حتى يعترف إنه هاي خطأ، لكن ما يقدرش. لو أستاذ جامعة راح على طلاب الجامعة وقال لهم هذا النص غير بليغ، بيشنقوه. مش واضح يا أخي. كل المفسرين اختلفوا في معناه، وبتقول لي بليغ كمان. ليه بتضحك على نفسك وعلينا؟ مو عيب عليك بكل قيمتك. فاهم علي؟ ايه طيب منيح. فانا اعطيت كل هذه، اضف الى ذلك انه اضفت اسباب النزول. اسباب النزول يعني متعارف عليه، القرآن عنده ايات كثيره مبهمه. ليش جت هذا الأمر؟ مثلا قصة زيد وزينب، القرآن بذكر زيد ما بذكرش زينب.
جاب سيرة زيد، ما جاب سيرة زينب. فبقول لك لا، هاي زيد وزينب اللي تزوجها محمد، يا اخي القران ما بيقولش الحكي هذا. فبيرجعوا لنصوص بسموها، لكتب متخصصه وكتب السيره بسموها اسباب النزول. لماذا القران يتكلم عن زيد؟ بيقول لك لانه زيد كان عبد لمحمد، جوزه لزينب، وزينب كانت تحب محمد مش حابه زيد، فزوجهم مع سوا. ويوم من الايام محمد شاف هاي زينب حلوه للعبد تاعه، قال وكان متبني، قال له بطلنا تبني يا اخي، بطلنا ما في تبني، حرام، لا انسبوهم الى اهلهم الاولاد او ابائهم. ايه وراح اخذ مرته. بس هذا مش هاي فيها شغله بنت حلوه. ايه فهم علي، بطلنا تبني على راس مره. لحد اليوم الاف المشردين مش ممكن نتبناهم بسبب مغامره جنسيه للنبي محمد. للاسف الشديد. يا للاسف الاف المشردين مش ممكن تتبناهم، لانه محمد ممنوع التبني. اخي هذا رجل صارت شهوته على مرات ابنه والغى التبني، واحنا شذن ابنه شو؟ هو كل واحد بثور بعقله شهوته، نقعد نطيع براسه مو فادي منيح. فأنا ذاكر أسباب النزول الموجودة عند السنة وعند الشيعة، لأن الشيعة عندهم أسباب وعند السنة أسباب أخرى. ومثلا أنت شوف الآية، وإذا الموءودة سئلت بأي ذنب قتلت، الموجودة هي عند السنة هي البنت اللي كانت تدفن حية. الشيعة بيقرأوهاش هيك، الموجودة هو الموقود، يعني اللي تحب آل البيت من المودة، اعتبروها كلمة جاي من مش وئدة ولكن مودة، اللي كان عنده مودة لأهل البيت بأي ذنب قتلت، يعني لماذا قتلت اللي كانوا يحبوا آل علي؟ فاهم علي؟ هي نفس الآية على هواه. أيوة. فآيات كثيرة مثل هيك صعب فهمها، فالسنة فسروها على طريقته والشيعة فسروها على طريقته. وأنا في لأني ما بقدر أقول السنة هم خطأ والشيعة خطأ، لا بحط الاثنين. فهي أول مرة طبعة القرآن بصدر فيها أسباب النزول الشيعية والسنية. وقلت لك أنه في كلمات قرأت حتى 15 مرة مختلفة. أنا في الهوامش تاعي تاع الكتاب ذكرت هذه الاختلافات، هذه الكلمة قرأت هكذا وهكذا وهكذا، وعند الشيعة قرأت هكذا وهكذا وهكذا. فهم علي؟ وحتى محمد قرأ كلمات في القرآن تختلف عن النص القرآني. تصور في قراءات منسوبة للنبي محمد تختلف عن النص العثماني. تصور النبي ذاته اللي وصله الوحي كان يقرأ القرآن بصورة مختلفة عن القرآن العثماني اللي بين إيدينا. ممكن تذكر لنا هيك بعض لا هذا بنيجي لغير وقت هلا، لانه هذا طويل. انا ذكرت 100 آية، 100 آية في القرآن محمد قرأها بصورة مختلفة عن النص القرآني الحالي. انت موجود كل هذه المعلومات، موجودة كل المعلومات هذول في المقال، وكل القراءات الشيعية مذكورة. هذه الآية قرأت هكذا وعند الشيعة قرأت هكذا، وكلها اعطيت القائمة. هلا بدي أبدالك بجملة بيقول لك وين الباقي؟ لا، أنت ارجع، هي المقدمة موجودة، المقدمة من حوالي 70 صفحة، يعني كتاب بحد ذاته. فهذه المعطيات غير موجودة في أي طبعة عربية للقرآن، هذه أول مرة. فأذكر القراءات السنية والشيعية. بعدين أنت تعرف الناسخ والمنسوخ طبعا. فانت ما تعرفش ايه الآية الناسخة والمنسوخة. لما تقرأ القرآن هاي مش مذكور فيه هل هذه الآية ناسخة ولا منسوخة، مش معروف.
في طبعة العربية للقرآن ذاكر الآيات المنسوخة وأي آية نسختها. في الهامش بتقول هذه الآية، مثلا آية السيف، آية السيف وهي الآية الخامسة من سورة التوبة، نسخت 145 آية، لكن بهاي الطبعة مش موجودة، في طبعة للقرآن موجودة، وكلها اعتمد على مصادر إسلامية، ما جبتها من بيت أبوي، لا ده موجودة من مصادر إسلامية. يعني هذه الطبعة هتغنيك عن مئات المجلدات من المواتر. هلا أضف إلى ذلك معاني الكلمات، قلت لك صعب فهمها مع أقوال المفسرين المختلفين. ونقطة أخرى إنه وضعت الأخطاء اللغوية والإنشائية في القرآن، أنت حبيت تتكلم فيه، فأنا وجدت 2500 خطأ في القرآن، 2500 خطأ تتبعتهم كلهم مذكور هذه الآية فيها الخطأ، وذكرت أنواع الأخطاء، هناك 10 أنواع للأخطاء في القرآن، مو نوع واحد، هو 10 أنواع، فهو مذكور في المقدمة، وكل نوع خطأ بعطي أمثلة له، وفي الهوامش تاع الكتاب هذه الآية خطأ نقطتين، كان يجب أن يقول هكذا وليس هكذا، هذه الآية فيها التفات، انتقال من المفرد إلى المثنى إلى الجمع، هذه الآية فيها تكرار لغو بسموه لغو، هذا وما شابه ذلك. فكل الأخطاء اللغوية والإنشائية مذكورة في طبعة العربية للقرآن، وهذه أول مرة طبعة في التاريخ للقرآن اللي تتضمن أخطاء القرآن. طب أنا ممكن أكون أنا مزودها، ممكن، فالناس بيقولوا لا ما فيش ولا خطأ، إزاي ما فيش ولا أي خطأ؟ لا مش معقول. أنا عندي وجدت 2500، طب اقرأ ال 2500 وقل لي كم واحد توافق عليهم، 1% 2%، لا ما في أي خطأ، ولك يا عمي مبصريك مبصريك، فتح عقلك، أنت لو تعطي النص ما تقولش لحد إنه هذا من القرآن حيجد الخطأ، الدقيقة اللي تقوله فيه لا هذا من القرآن، لا لا بطل في خطأ، ولك يا عمي أنت قبل شوي كنت بعقلك، ليش هلا غيرت رأيك؟ إلى ما بصير الله يخطأ يا أخي، ما هي المشكلة إذا أنت قلت الله أخطأ أو قعته بورطة، بصير الله ضعيف بالقرآن، ضعيف ضعيف بالإملاء وباللغة، إيه؟ يعني مو رايح كلية الأزهرية، إيه عايف حالة هذا الله تاعهم. فأفضل المشكلة هم ليش بنكروا وجود أخطاء، لأنه حتنسبوا لله والله معصوم عن الخطأ، فالمفسرين بيقولوا لا يسمح الخطأ من أمير، فما بالك بالله الرب العظيم اللي صاحب القرآن اللي كلم القرآن اللي أعطى القرآن. ولك يا أخي أولا اترك الله على جانب ونتكلم لغة، ما دخلنا بالله، بعدين أنت تقرر هل هو من الله ولا لا، ممكن ربنا ضعيف باللغة مو مشكلة مو مشكلة، بس أنت قرر أنه في لغة مشكلة. بعدين أضف إلى ذلك أخي هذه الطبعة عزيزي، إذا أنت عايز تعرف وين ذكروا مريم ما بتعرف، وين ذكروا موسى ما بتعرف، بدك تدور طول الليل، وين بيقول قطع اليد وقطع الرجل ها ما بتعرف، لانه ما في فهرس بالاخير، ما في فهرس للمعاني للكلمات والاسماء. مثلا اين ذكرت مصر في القران؟ اين ذكرت كلمه مصر؟ او اين ذكرت كلمه مكه؟ اين ذكرت يعني أي كلمة من الكلمات اللي جاءت شعيب، أين ذكرت كلمة شعيب؟ أو ما عرفش مين، موسى أو إبراهيم، فين ذكر؟ هنا غير موجود فهرس، لا يوجد فهرس. بالترجمات الغربية بيضعوا لك أسماء الأعلام والمعلومات الضرورية، مثلا تحس تعدد الزوجات الآية الفلانية، قطع اليد الآية الفلانية، إبراهيم جاء بالآية الفلانية، الميراث جاءت بالآية الفلانية، الوصية جاءت بالآية الفلانية، التبني الآية الفلانية، زيد ذكر في الآية الفلانية، فهم علي؟ هاي الطبعة تحظب
ما حطوا فيها هاي، يعني بدك تضيع طول ليلك مشان تدور على زيد فيها، بين تلاقي زيد وبين ما تلاقيهوش، فاهم علي؟ انا بطبعتي للقران ذكرت هذول المعطيات 3 اشهر شغل مشان اعمل فهرس للافكار، الافكار والاسماء 3 اشهر، اين جاء زيد واين جاء ابراهيم في كل ايه، وموسى وعيسى وهيك. تجد طبعتي انا الفقير اللي عندي لا مليارات دولارات ولا ابيار بترول، انا بفرد عملتها. انتو مؤسسه بحالها عندها ملايين الميزانيات، وما تعرفوش تعملوا فهرس، حيرتوني. شو بتشتغلوا انتو؟ بتبعبصوا لبعضكم ولا شو؟ كله تبعبص شغلتكم؟ ايه، ما تسوي شغل مثل الناس. ايه، اين اتقان العمل؟ اين اتقان العمل في هذا؟ هل هذا الكتاب فعلا يستحق، يعني مش المضمون، يعني طريقة نشره، هل هذا تسوى؟ هذا الكتاب غير محقق، غير، لا فهرس مثل الناس ولا أسماء مثل الناس ولا ما هو مكتوب ولا مدني ولا ما هو ناسخ ولا ما فيش في شيء. فأنا مش هحكم على قرآني، ها، أنا بقول طبعة العربية للقرآن تسوى مليون مرة طبعة السعودية، مليون مرة، مليون مرة. ما عندي إمكانية وهم عندهم الملايين وأنا عندي أفضل طبعة. وأنا لا أعجز، أعطيها مجانا للجميع، وأضف إلى ذلك إذا السعودية قنعت برأيي تنشر كتابي بدل كتابها، وتوزع كتابي في الجوامع بدل ما توزع كتابهم اللي هذا اللي تعيس، فاهم علي؟ والأزهر بدل ما يعلم بهذه الطبعة يعلم بطبعتي، شو؟ ايه، كل المدارس بدل ما يوزعوا هذا القرآن البئيس يوزعوا كتابي مجانا، والله ما بطلب منهم ولا حق مؤلف، ولا حق مؤلف، لا صوفهم ولا خروفهم، لا صوفهم ولا خروفهم، ما بدي اياهم، ها، لا ذان سمعت ولا عين شافت، ما بدي منهم شيء. بس هم بربوا الجهل عزيزي، النبي جان، هذول بربوا. انت تعرف مراكز تحفيظ القرآن؟ انت شفت مركز بسموه فهم القرآن؟ ما فيه، هو كله مراكز تحفيظ القرآن. بالضبط بالضبط نبينا، هذا اللي كنت اقوله. يعني هن ممكن ينشروا كتابك، بس هن ما بيهم ان الناس تفهم، بدهم الناس تتم جاهلة حتى يسيطروا عليهم. يعني اخي جان، استوقفني كلام انت مع احمد حركان، قال كيف هو تحول ملحد؟ قال لما بدأ هو يتدبر القرآن، يأخذ آية ويستطعمها يفهم معناها، فقال بسبب هذا الأمر أنا أصبحت ملحد. قال كلما تعمقت في القرآن كلما علمت أنه كتاب غبي. أنا ما بقول له أخي ارمي طبعة السعودية، احتفظ فيها إلك، هذا حقك، لأنه هذا من البترول تاعك إلك، لكن قارنها بالطبعة تاعتي، ما هي مجانية، ما حد جابرك، خليها عندك، حطها صدر البيت، تحفة فنية منيح، بس لما بدك تقرأ وبدك تفهم حسب أوامر القرآن، تدبروا القرآن، اقرأ طبعتي، اقرأ طبعتي مجانا. أنا سهرت عليها الليل وشبت وانا اكتب بيها، ووصلتني مسبات قد الله وانا اكتب بيها، لكن انا ما عندي مصلحه الا انك تفهم القران. تصور يا اخي جان، انا اول مره اشتريت القران كان عمري 16 سنه، اخذت الجمل مشان اقرا ما فهمت منه شيء، نزلت الجمل اول مسلم لقيته اعطيته القران، قلت له حل عني هذا مش فاهمه، شوف ما عندي مكان له. فأنا طبعتي العربية للقرآن هو تحدي لنفسي، هذا القرآن جزء من تراثي، يجب أن أفهمه، يجب أن أفهمه على حقيقته، مش ممكن أمر عليه مرور الكرام وأقول الله أعلم. لا أخي، الله أعطاك عقل براسك شغله، مو تروح تنشر لي ملايين النسخة وبالليل بتروح تسهر بعرفش مين، لا شغلكم عملت فيه ولا ما عتقنش عملك. طب أخي، أنا إحنا ممكن بعدين ناخذ كل نقطة ونتوسع في هذا التري بعدين،
بس احنا اعطينا حلقات كبيره مع البط الاسود ممكن نرجع لها، لكن كل هذه المعلومات متوفره في مقدمه كتابي وفي هوامش كتابي يحملها. هنا يعني الحلقه هاي فقط مشاهيات، مشاهيات حتى الناس يعرف انه في طبعه جديده للقران تنافس طبعه السعوديه وافضل منها مليون مره، على الاقل مليون مره ان ما كانش مليار مره، ومجانا لوجه الله العظيم، فهم علي؟ لا ابغي لا شكر ولا مال، يعني هاي كلها ليكم هديه مني لعبد الفقير، بهديكم طبعه للقران مجانا، بس شغلوا عقلكم يا ناس. ايه فهم؟ هذا راس ولا طنجره؟ هذا راس ولا طنجره؟ هذا راس استعملوا. اكيد راس. انا بالفعل بقيم هالعمل العلمي بصراحه، يعني بحث علمي بحتاج يعني مجهود جبار. دكتور صار عنا هلا ساعه وثلث تقريبا، نفتح السكايب نشوف التعليقات. تمام نرد على بعض الاسئله، نرد على بعض الاسئله بعدين نتفق معك بعد البرنامج عن حلقات اخرى، بس الان نرد على بعض الاسئله بس أكيد. بيكون في صميم الموضوع، بيكون في صميم الموضوع. طبعا طبعا اكيد ما راح نطلع خارج الموضوع، والتعاليق او يعني اي تعليق او المسبات خليها يعني اذكرنا اياها، لان انا بحب المسبات. لا بحب المسبات والله، والله انا بكسب اجر بالمسبات، ارجوك تذكر لي المسبات هذول يهمني. عم بيقول في الاخ سليك عم بيقول لقاء ممتع جدا جدا، سؤال لو تسمح، كيف استقبل العالم الإسلامي لمدة 1400 سنة كتاب حامل أوجه متعدد المعاني مجهول التفسير؟ سامي الذيب أنا استمتع بحلقاتك كلها، سلام لشخصك ولصديق جان ولكل من ساهم في تقديم هذه الحلقة. أخي المشكلة إنه القرآن بيقول لقد سمعنا وأطعنا، ما فيش جدل بينهم، تسمع وبتطيع. عندي صديقة مسلمة بتدرس دراسات إسلامية في أحد الدول العربية، مش حذكر لك البلد، بتروح عند الأستاذ بتقول له أستاذ صحيح إنه في القرآن في أخطاء لغوية؟ تعرف شو بجاوبها؟ اسكت اسكتي يا بنتي، أنا عندي أولاد بدي أعشيهم. علي هدول كل منه خايف على راسه ما يقدرش يحكي، ما يقدروش يحكي وما عندهمش الشجاعة الكافية. لو يا أخي أنا وجدت 2500 خطأ منيح، لو أستاذ جامعة في القاهرة أو في الأزهر يذكر خطأ واحد في القرآن بيطيروا له راسه عن جثته. قل لك إزاي ربنا يغلط؟ أنت هذا ازدراء بالأديان، أنت ملحد وأنت كافر وأنت وأنت وأنت، وبيقطعوا له راسه حتى في ساحة التحرير خطأ واحد. أنا ما جئت 2500، مش ممكن أخي. ما هنا الغلطة إنك بتحمل الله فوق حمله، بتحمل الله غيرها. الله بيقول لك يا أخي أنا بريء منكم، حلوا عني شو المصيبة اللي وقعتوني بيها. أنا حتى ولا عندي علم إنه في قرآن. تفضل. طيب في عنا اتصال من الأخ أحمد، تفضل أخي. مساء الخير عليكم، مساء الخير على نبينا سامي. مساء الخير بس نبينا سامي قال إنه لازم نكون ضمن الموضوع، تفضل. طبعا أنا كان عندي سؤال، وهو إنه شاع عندنا إنه من اخترع التنقيط في العربية هو علي بن أبي طالب، هل ممكن أن يكون ما هي الفترة التاريخية أو الزمنية اللي كان في التنقيط؟ أيوة شوفك أنت، تفضل أحب أجاوب عليك. حلو جدا أنت يعني. بس يا أحمد، يا أحمد أحمد دقيقة بس، نعم. بس خلي الدكتور يجاوبك على القسم الأول ونرجع نحكي. ما اعرفش انت من اي مجموعه تنتمي. انت اذا ذكرت علي يظهر عليك شيعي، بس انا ممكن اكون غلطان. الحاصل احنا ممكن نكرس حلقه كامله عن النقاط والترقيم وهدول الشكليات.
هل نروت فقط هيك يعني شفهيا وارتجاليا ممكن نشوش المستمعين؟ فأنا ما أتكلم في الأمر إلا إذا كانت الأوراق أمامي والمصادر مثل هيك مشان أقدر أثبت كلامي، وإلا بيقول إيه هذا ببيعنا حكي فارغ. حكى الحاصل إنه المهم في الأمر إنه هناك مخطوطات للقرآن لا يوجد فيها أي علامات تركيب ولا فتحة ولا ضم ولا نقطة ولا شيء. في ناس بيقولوا لك لا هذول موجودين في بعض المخطوطات، بس في برضو مخطوطات غير لا فيها فتحة ولا ضم ولا نقطة على الباء والتاء مثل هيك. هل لا توجد طبعة للقرآن بل هذه الفتحة والضم والشد والنقطة على الأحرف؟ يعني هناك انتقال بين مرحلتين. كيف تم الانتقال؟ تم الانتقال بطبيعة الحال تدريجيا تحت ظروف طارئ، يعني ظروف الضرورة، كأنه الناس كانوا يخطئوا لما يقرأوا نص قرآني يلحنوا أو يعطوا معنى آخر، فالفقهاء قالوا علشان ما نخليش الناس يغلطوا في الكلام فأدخلوا. مين أدخل هذول الحركات؟ هناك جدل كبير حول هذا الموضوع. المهم إنه هذه الحركة لم تكن موجودة، أو في كثير من المخطوطات كانت غير، حتى ابن تيمية في بعض رسائل لابن تيمية لا توجد عليها لا نقطة ولا ياء ولا نقطة على الحرف غير موجودة. حتى كتب مخطوطات إلى ابن تيمية وهو متأخر، وحتى في بعض الفقهاء يقولوا لا تدخل على القرآن ما ليس منه. فالنقطة مش من القرآن، النقطتين بتاعت الياء ليست من القرآن، إلا النقطة على حرف الراء تصير زين مش من القرآن، فهذا كان لازم تحذفها. لكن هم قرروا إنه لا ما بينفعش، تسهيل على القراءة وحتى يفهموا الناس فأدخل. هلا مين أدخل هذا الأمر؟ هناك جدل طويل، مش حندخل لا من ناخذ لا هذا ولا لا صح. المهم هل أدخلت علامات؟ نعم. هل هناك مخطوطات ليس فيها ترقيم؟ نعم. هذا هو. هل يحق إدخال هذه الحركات؟ الفقهاء قالوا من الضرورة أن تدخل لتسهيل الفهم والقراءة. تفضل. تفضل أخ أحمد. أخي أحمد سامعنا؟ تفضل تفضل. نبينا سام بس أسمعك إلك، أنا راح أرجع تفضل كما هو أجاب عن السؤال، يعني هو أجاب عن السؤال الأول عن ال أنا راح أرجع له، بس عندي كلمتين وأمشي. تفضل تفضل تفضل. البيعة لنبينا سام رجل القانون الذي أبدع في طبع القرآن، لا تتهموه بتحريف، ألم يحرفه عثمان؟ أبدعت وأمتعت يا إنسان، علما ومعرفة أفضل من قراءته كالعميان، خذ العلم من العالم ولا تأخذه من شيوخ عقولهم كالصبيان. سامي الديب نشكرك لجهدك بالمجان، أغنيتنا المعرفة عن الذهب والماس واللؤلؤ والمرجان. تسلم لنبي سام ونبينا جار. شكرا 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 اخ احمد، شكرا اخ احمد، انت هذا كله من لطفك، هذا من كله من لطفك، فعلا هو مجانا للجميع ولخدمة الجميع، وهذا هو القليل يعني اضعف الايمان ممكن اقدمه لقرائي ولابناء جلدتي. تفضل. طيب في عنا اتصال من الاخ سال منهاتن، تفضل اخي سال. مساء الخير جان، شكرا مرة أخرى على حلقة رائعة. أنا عندي سؤال بسيط، بس قبل هذا السؤال أحب أتشرف ولو على سكايب وأسلم على أعظم نبي نزل على الأرض، نبينا سام الديب، وشرف عظيم. بس أحكي لك مرحبا وشكرا لكل جنودك. تسلم. جنود عظيمة جبارة. We love you. أنت يعني أحكيها بالعربي الفصيح، حذائك بالأنبياء كلها. only on يعني على أمازون أو إي باي تو. نعم. سؤال تاعه. الجواب أنا على السلفون.
شكرا لكم شكرا وجهودك جبارة ومشكور عليها، خدمة للإنسانية جماعة. تسلم 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 أخي الفاضل، شكرا. تفضل دكتور، موجود بس على أمازون كتابك ولا على أيوة كتابي 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 بتروح على موقعي تحمله مجانا، إذا ما عرفش تحمله تبعت لي إيميل أنا ببعث لك إياه حالا، يعني حال ما بيصلني الرسالة ببعث الكتاب، يعني إذا عايزه ورقيا تتصل في أمازون، موجود الرابط في أمازون في كل دول العالم، ولا وليس عليه منع، ما تقدرش تطبعه في الدول العربية، فهناك ممكن تطلبه ورقيا، لكن لا حاجة لتطلبه ورقيا إذا إلا بتحب الورق، إلا بتحب الورق. يعني أنا مو بركض وراء الفلوس، المهم إنه الكتاب يوزع، وأرجو كل قرائي وكل المستمعين إنه كل واحد يحمل الكتاب ويبعثه لخمسين واحد، وكل واحد من الخمسين يبعثه لخمسين آخرين، وهلم جرى حتى نوسع دائرة النشر. الدال على الخير مثل فاعله، يعني أنت لو تكتب كتاب وتحطه على الرف شو استفدنا منه؟ إذا عندك مي ومنعت الغير يشرب منها شو استفدنا من المي؟ ما استفدنا شيء. فأنت لما توزع هذا الكتاب المجاني أنت بتكسب ألف مرة أكثر خير مني، لأن أنا قاعد بصومعتي هنا، أنت اللي حتوصل الأمر، أنت حتوصل الأمر. على فكرة حتى الدكاكين لما بيبيعوا غرض بياخدوا 30% من سعره، يعني له 30% من سعره، لما بيبيعك سيارة اعرف انه هو حاجز ماخذ 30% من سعره، لأنه الدال على الخير كفاعله. انت لما توزع هذا الكتاب على الآخرين تكسب أجر مثل أجري وأزود، لأنه أنا كتابي كتبته حطيته على الرف، والله والنعم ما حد قرأه، وشو استفدنا؟ ضيعت وقتك على الفارغ. أما أنت لما توزعه وتوصله للجميع هنا خدمت البشرية. تفضل. في عندي تعليق، سؤال بالأحرى، عم يقول شكرا لك نبينا سام، الأخ ديانا عم تقول شكرا لك نبينا سام، متى ظهرت أول نسخة للقرآن بالطبعة السعودية؟ أو هل يوجد قرآن كامل مكتوب بالخط الكوفي؟ هاي السؤال الثاني. ايوه المركز بتاع السعوديه، انا ذكرت في حلقه اخرى مع البط الاسود، او هم مؤسسوا هذا المركز اظن 85، ممكن ارجع له ثانيه واحده اعطيك التواريخ، اعطيك التواريخ الطبعه السعوديه اللي انا تكلمت عنها، ده صدر في عندي هنا النص، افتتح هذا المركز 1984، هذا المركز فتح وهو متخصص في طباعة ونشر القرآن. هل موجود القرآن كامل بالخط الكوفي؟ لا يوجد عندنا يعني من المخطوطات القديمة مخطوطة كاملة، لا بالمشهد الحسيني ولا في تركيا ولا في سمرقند النسخة كاملة، لا. و هم جمعت على أساس هذا كل النصوص، أظن هو النص الكامل الوحيد اللي موجود عندنا المخطوطة الكاملة، هو موجود في دمشق، يسمى المصحف الأزرق، وهو من القرن العاشر، وهو النص يظهر عليه الكامل. لكن هناك اختلافات برضو، يعني مع عدد من القرائين تختلف في القراءات، بس محطوطة كاملة من جميع الجهات ما أظن موجودة خارج هذا الذي يسمى القرآن الأزرق. تفضل. في عندي هون الأخ جانو عم بيقول تحياتي لك أخ جانو، وحبي واحترامي الخاص لضيفك الأستاذ سامي الذيب، أتمنى من الأستاذ أن يعطينا من وقته أكثر، يعني في كل أسبوع أكثر من حلقتين من برنامج إجهر، نكون شاكرين لكرمه. عندي سؤال إذا أمكن، ما هو عدد المصاحف القرآن، وما مدى الاختلاف بيناتهم، يعني بيناهم،
مع حبي واحترامي لكم، تفضل. جميل. هناك شيء يعني مهم واحد يعرفه. سألني شخص عن اختلاف القراءات وما هي الموجودة هذا اليوم. هذا اليوم صباحا جاني هذا السؤال وأجبت عليه، أحلت إلى موقع يذكر جميع القراءات آية بآية، وما هي الاختلافات ما بين كل آية وأخرى حسب القراءات المختلفة. وهذا الموقع يسمى نون للقرآن وعلومه، نون للقرآن وعلومه. ممكن بعدين أعطيكم الرابط. وهنا أمامي كل آية حتى بالألوان، يقول لك هذه الآية قرأت هكذا وهكذا وهكذا، يعني بيعطيك. على فكرة المغرب في أحد معارض الكتاب منعت دخول النسخة السعودية للقرآن، لأنه المغرب عندهم قرآن تاعهم يختلف عن قرآن السعودية. صحيح الاختلاف قليل لكن هناك اختلاف، فهم كانوا خايفين إنه قرآن السعودية يحل محل قرآن المغرب، وخاصة إن السعودية بتوزع مجانا. وهناك معلومات وصلتني إنه هناك ناس بيروحوا جوامع في المغرب، في الجزائر أو في تونس، بياخذوا المصاحف الموجودة وبيستبدلوها بنسخ سعودية، يعني بياخدوا بيلموا كل المصاحف تاعون المناطق دول اللي بقراءات مختلفه علشان يوحدوا يعني يوزعوا كل فقط القرآن السعودي، فيسحبوا القرائين من هذه الجوامع ويستبدلوها خفية، ها يضعوا محلها القرائين تاع السعودية، والسعودية عندها ملايين المصاحف، فهي عملية لإلغاء الثقافة القرآنية لكل بلد. فقط لعلمكم. تفضل. في عندي تعليق بصراحة من الأخ حسين، بيقول تحية للجميع ولأخي وشاعرنا أخي العزيز جان أستاذنا سامي الذيب. بصراحة لطالما أتمتع بكل حلقة وازداد علما بالتبحر بأمور الدين من خلال أستاذ سامي، وأعتبر كل حلقة ولقاء له بمحض المحاضرة الفلسفية والدينية والتاريخية. كل الشكر واستمروا نحو الحرية. طبعا هون وكل الحب والاحترام، ما في سؤال. شكرا. هون آخر التعليقات كانت. طبعا أنا بشجع أصدقائي إنه يتصلوا فينا ويطرحوا أسئلتهم وأفكارهم، يعني خلال برنامج مع نبينا سامي. نبينا، أنا هون ما عندي بقية أي تعليق تانية. نحن اتفقنا انه نساوي كل اسبوع حلقة، واذا ما في مانع، بتحب ما في نسوي مانع. اكثر من حلقة ما عندي مشكلة. ايه احنا هنساوي. انا بدي اوضح شيء، استعمال كلمة نبي. انا يعني اشدد على استعمال كلمة نبي، لكن انا النبي الوحيد اللي ما قلت انا اخر الانبياء. هو النبي محمد قال هو خاتم الانبياء وبعدين سكر الباب. لا، انا بعتبر كل شخص نبي. لهيك أنا بقول النبي جان، بقول النبي إسماعيل، وبقول جميع الأنبياء، والسيد القمني اعتبره نبي. وأنا أشجع كل الناس يكونوا أنبياء، يعني يتبحروا ويفهموا ويعقلوا ويساعدوا المجتمع. ما نغلقش باب النبوة، ما نغلقش. ولهيك أنا صحيح عندي لقب دكتور وأستاذ واللي تريده، لكن أفضل لقب نبي على فكرة إنه أنا لست آخر نبي، كما لا يحق لأحد أن يقول أنا آخر مخترع. ما يقدرش واحد يقول أنا آخر مخترع، يقول لك لا، أنت إزاي تغلق باب الاختراعات؟ لا، مالكيش حق. فالنبي محمد ملوش حق يسكر باب النبوة، يعني على دور يسكرها؟ ما ينفعش. ما ينفعش. فيعني ما تاخد، اتفضل. هو نبينا صحيح، أنت لست النبي الوحيد، ولكن صدقني أنت زهرة الأنبياء. تسلم. لا بس أنا ودي إنه ألف زهرة تنور،
ألف زهرة تنور. يعني أنا أتذكر أخي، أنا أتذكر قال أخي أول مؤتمر حضرته في حياتي، وأنا حضرت في سنة 77 في فرنسا، نعم. كان جماعة يهود ومسيحيين ومسلمين مع سوا، وكل واحد كان لازم يقول ماذا ينقص مجتمعنا، ماذا ينقص مجتمعنا. فالغريب انه الاستاذ جامعي يهودي بيقول ينقصنا انبياء. فانا استغربت منه، قلت له يا اخي الانبياء اللي عندنا غلبونا، وانت جاي على جبلنا انبياء جدد، فاهم علي؟ الانبياء اللي عندنا غلبونا، عيفونا حياتنا يا اخي، وانت جاي تقول عايزين كمان انبياء اخرين، كف عنا، حل عن ظهرنا. لكن الان افهم الفكره، انه فعلا حتى في النبي يائيل بيقول وحتى العبيد يتنبون، حتى العبيد سيتنبون، يعني باب النبوه غير مقفل. لهيك المسلمين مثلا ما بيقبلوش بالبهائيه، لانه النبي تاعهم بيعتبر حاله نبي، بقول له لا، النبي تاعنا محمد هو اخر نبي، ما فيش نبي اخر، واللي بيقول نبي انه نبي هذا بيقطع له راسه. قلت له شو القصة هاي؟ خلي الباب مفتوح، لا بيرحم ولا بيخلوا رحمة ربنا تنزل، تفضل. هي المشكلة نبينا، يعني انه الأمة الإسلامية عافت الأنبياء الصادقين مثل أينشتاين ونيوتن ونبينا سامي الديب، والأنبياء الصادقين بكل معنى الكلمة، ولحقوا واحد كذاب، يعني النبي كذاب محايمدة. يعني هو نبي زمانه، هو نبي زمانه بيعكس أخلاق زمانه، هو كذاب مو كذاب هاي مسؤوليته، لكن التعليم اللي جت في القرآن لا تتمشى مع وضعنا. مثل حمورابي أكيد نبي، بس ما حدش طالب بتطبيق شريعة حمورابي. شريعة حمورابي رغم تقديرنا لها وكل القانونيين يقدروها موجودة في متحف اللوفر في فرنسا، ما حد طالب انه يقول انه حمورابي نطبق شريعه حمورابي، لا كلام فارغ ده، فاهم علي؟ فاحنا نضع كل، على فكره طبعات العربيه للقران الفرنسيه والانجليزيه هي الوحيده التي تتضمن تنبيه في بدايتها. انت عندما تقرا هذا القران اقراه بتمعن، وضعه في مكانه الطبيعي التاريخي، وهذا القران يتضمن تعاليم مخالفه لحقوق الانسان. وأذكر الأمور اللي في خالف فيها حقوق الإنسان، فالقرآن أنا أجله كما أجله شريعة حمورابي، لكن مش ممكن نقول إنه هذه آخر شريعة، وكما لا نقول إنه شريعة حمورابي وآخر شريعة، ولا محمد آخر نبي، ولا النبي سامي ذيب آخر نبي، لا، ما نغلقش باب النبوة، ما تدريش بكرة حيصير إيه، ممكن بكرة يجي واحد ألف مرة أفضل من حمورابي. تفضل. طيب نبينا، إذا بتحكي لنا عن برنامجنا للحلقات القادمة، يعني نحن حكينا قبل الحلقة إنه في عندك مجموعة كتب ونناقش كل كتاب بحلقة، يعني إذا تفضل بس تشرح لنا البرنامج للحلقات القادمة. بالتمام، إذا أنتم تحبون اللي ممكن، يعني أنا كتبت 5 كتب والآن ما زلت مستمر في هذه المجموعة، وهي تأخذ آية من القرآن أو مجموعة من الآيات بتخص موضوع معين، وتعرض كل ما جاء بكتب التفسير حول هذه الآية. مثلا آية لا إكراه بالدين، ما معناها؟ أو ما أهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، شو معنى هذه الآية؟ وما شابه ذلك. فأنا عندي 5 كتب عن آيات محددة، أو مثلا عندي عن آيات الجهاد كتاب أجمع فيه كل نصوص المفسرين ومقدمة مطولة. فإحنا ممكن، هذول الكتب كلها مجانا، للأسف هي المقدمة والترجمات هي بالفرنسية وبعضها بالإنجليزية والألمانية، لكن كل النصوص العربية الموجودة بحوالي 80 كتاب تفسير موجودة مجانا، ممكن تحملوها من كتاب. فممكن نساوي حلقة عن لكل كتاب، مثلا الحلقة القادمة ممكن نكرسها للفاتحة، لأن الفاتحة مجبور المسلم يقرأها بكل ركعة،
يعني عند أهل السنة 17 مرة باليوم، ولكن هذه الفاتحة تحث على البغض والكراهية ضد اليهود والمسيحيين. فحنوضح إيه قال المفسرين حقيقة عن هذه الآية، فإذا تحب وبعدين ننتقل مثلا لآية لا إكراه بالدين، شو كيف فسرها، كيف فسرها. فنستعرض هذول الكتب علشان الناس اللي يحبوا يتوسعوا في هذه النقاط. أنا بذاتي تعلمت منها، لأنه كيف تتعلم هو بالكتابة، أنت تتعلم، أنا لا أحد يلد متعلم، يتعلم بالكتابة لأنه مجبور يرتب أفكاره، يبحث، يجمع مثل هيك. فهذول الكتب أظن يستحق أن نكرس حلقة لكل كتاب منهم. تفضل. بكل تأكيد، بكل تأكيد نبينا. شو موضوع كل أسبوع حلقتين أو أكثر؟ يعني أنا حلقة حلقة بكفي لأنه عندي أشغال كثيرة. معناتها كل يوم أربعة بنساوي حلقة بنفس التوقيت مثلا إلا إذا كان هناك مانع للسفر أو مثل هيك، ممكن نسويه في وقت آخر. تفضل. أكيد، بس مشان الناس تبرمج وقتها أنه كل يوم أربعة الساعة 5 بتوقيت لندن مساء يكون في حلقة لنبينا سامي الدين. بالتمام بالتمام بالتمام. طيب أنا بتشكرك كثير نبينا، ويعني بصراحة يعني الكتاب هذا طبعة رائعة، يعني كما شرحت بهالتفاصيل هي بحث علمي بكل معنى الكلمة بتفاصيل، يعني ليس مثل ما بقولوا طبعة السعودية هات إيدك والحقني بس حيطين كتابات وماشين، كله مفصل وكله يعني بشكل علمي دقيق ومدروس. يعني أنا بقيم المجهود اللي قمت فيه دكتورنا ونبينا سامي الديب، وأنا بتشكرك كثير لوقتك اللي أعطيتنا إياه. وإذا في عندك أي كلمة أخيرة بالحلقة هاي كلمة أخيرة، أنا لست معصوم عن الخطأ، لست كالنبي محمد معصوم عن الخطأ أو غيره من الأنبياء، طبعتي هو مجهود شخصي وأكيد هناك أخطاء كثيرة داخلها، فاللي حيقرأ طبعات العربية للقرآن وجد أخطاء يشير لي عليها علشان الطبعة القادمة نصححها. يعني لست معصوم عن الخطأ، وأنا أرجوكم أن لا تبخلوا علي بملاحظاتكم لتحسين الطبعة لصالحي علشان أتعلم وصالح القراء الآخرين، وهذا بكل ما أريده. شكرا. أكيد. وأيضا وزعوا الكتاب على أكبر عدد ممكن، أكبر عدد ممكن. لا تعرضوا نفسكم للخطر، بس ما تعرضوا نفسكم للخطر، يعني بس اشيروا إليه، إما تبعثوا الكتاب أو تبعثوا الرابط اللي ممكن واحد يحمل به، أو إذا واحد انجن وحب يشتري نسخة بيشتريها من الموقع الآتي تاع أمازون. تفضل. يعني بصراحة سهل كتير، أنا بشجع أصدقائي أنه يوزعوا اللينك على الفيسبوك، يعني بصير بتوزع بكل سهولة، يعني ما بده مجهود صعب يعني حتى يتوزع. أو بعدين هنا محمي بالفيسبوك، محمي لأنه أنت بتكتب تحت اسم مستعار أسهل إلك وبصل لآلاف الأشخاص، أو بتويتر أو مثل هيك، استعملوا كل وسائل الاتصال الاجتماعي لتوزيع، مثل السعوديين يستعملوا كل الوسائل لتوزيع كتبهم، ليه إحنا ما نعمل مثلهم؟ نتعلم منهم، أو تعلم على الأقل منهم أسلوب التوزيع. شكرا. بالضبط بالضبط. طب أنا بشكرك كثير نبينا سامي، وأصدقائي في طبعا حلقة الساعة 8 يعني بعد ساعة وربع كمان مع الملحد السوري سليك، راح نعمل معه حلقة، فيا ريت تبقوا معنا. بشكرك كثير دكتورنا ونبينا سامي الديب على هالوقت الثمين اللي عطتنا إياه، شكرا كثير لك. تسلم تسلم نبي جان، مع السلامة، وشكرا لكل المستمعين والمشاهدين. مع السلامة. مع السلامة مع السلامة، تكونوا بخير أصدقائي، إلى اللقاء في حلقة قادمة، ألقاكم بعد ساعة وربع أكيد، يعني مع ملحد جديد ومجاهر جديد هو الأخ سليك من سوريا. إلى اللقاء. السلامة السلامة.